السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة سبق واتكلمنا في موضوع التحرش اللفظي، التحرش الجسدي بيبقى من جانب الست أيضا أو البنت. أثرت قضية الشاب الأسواني الطالب الجامعي محمود لما الإدراج اتكلم إنه واخد 8 سنين سجن ظلم وخرج براءة الحمد لله، اللي المعيدة بتاعته اتهمته إن هو تحرش بيها لفظيا وجسديا وده كان كد. طبعا هم صدقوها وقدمت بلاغ واتحبس 8 شهور ولقيته طلع براءة. مين اللي هيرجع له حق الثمان شهور اللي قضاهم في السجن والتهمة البشعة اللي لصقت فيه؟ يعني طالب في جامعة بيتحرج بالمدرسة بتاعته أو المعيدة بتاعته، دي كارثة في الحرم الجامعي بكل المقاييس. يعني صورته قدام أهله قدام عيلته قدام أصدقائه قدام جيرانه تشوهت تماما، وهو شاب محترم صدقوه. ده اللي كنت لسه بتكلم في القضية دي، إن دايما الستات أو البنات لما يشتكوا من قضايا التحرش بيصدقوهم بسرعة، لكن الولد يا عيني عليه مش هيصدقوه، وده لأن المجتمع دايما بيبص للقضية من زاوية واحدة. يعني هي ما قدمتش دليل قاطع ولا أي إثبات ليه هو اتسجن 8 شهور، وقت منها يرد له حقه. أنا من رأيي إن المعيدة دي بتتفصل عن العمل تماما، لأن هي لا طريق خالص. ده قال واجب ممكن نرد المحمود الطالب الجامعي اللي شفت الشواهد واتسجن 8 شهور ظلم في الجو الحر ده، اليوم الواحد في السجن في اثناء جائحه كورونا والحر وده كله، اليوم ب10 سنين اتسجنهم ظلم وصورته اتشوهت، وده سنه من الدراسه. اقل حاجه ان هي لازم تتسجن نفس المده وتتفصل عن العمل عشان تكون عبره لمن يعتبر. وقيل ان هي من طلبت منه الانتظار بعد ما لمت الاوراق، يعني هي اللي راودته عن نفسه والله اعلم. والان حصحص الحق الحمد لله والحق ظهر، وان شاء الله تاخد جزاءها. والسلام عليكم.